آيس كريم. غزل تاكلين آيس كريم؟ عادي شو يعني؟ أنت هي بدل تاكل آيس كريم رح تمرضي. صح؟ أنا كل مرة أكل آيس كريم في البرد ولا أمرض. وعد غزل صحتش لو مرضتي ما يخصني. كيفي ما يخصكم؟ كيفش؟ ما يخلي الواحد يستمتع بآيس كريمه. لذيذ. بنات الآيس كريم كان وايد لذيذ. بالعافية بس رح تمرضين. بنات حر الآيس كريم مكيف. نحن بردانين نحن في الشتاء مو في الصيف. أنا حرانة بروح بشتاء المكيف. غزل لا الحين صار برد. بردانين شو هالغزل ما عندها إحساس صح؟ الحين جو صار بيرفكت. غزل جمدنا. برد برد. أنت دلعين جو الحين صار أحسن عن قبل. شوفوا بروح بشوف فراش. أوكي. شيء. غزل انت غريب الدنيا برد. صح بردانة ما تحب صح من السالة والبرد. خليني اخذ لي قيلولة. برد برد هاتي. برد 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 برد. شبه حسني مرض. مرضت اكيد مشكلتي ايس كريم. وشغلتي المكيف. صح كلامكم. خليني اقيس حرارتك. حر غزل حبيبتي نامي نامي. تعبانة بنات. غزل حبيبتي بروح اجيب لك كمادة. غزل بروح اسوي لك مشروب دافي. برد برد. كمادة رح تخفف الحرارة. تعبانة. سلامات ما تشوفين شر حبيبتي. شفا. عصير عصير اشربي اشربي. غزلاني بنات وين تعبانة؟ احس بالصداع. خليني اشوف درجة حرارتك نزلت او لا. الله يشفيش. هاتشو على ايدينا غزل. هاتشو تعبانة مريضة لا تصدعني. بنات ضروري نروح المستشفى. مستشفى عشان نشفي بسرعة. لا 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 ما أحب المستشفى. أنا أخاف من الأبرة. ضروري بنات. أوكي شفا. تعالوا تفضلوا. هاي بنات سلامات شو فيكم؟ تعبانين مريضين. أتشو يا حلوة تشوف عليك. أوكي حبيبتي افتحي فمك عشان قيس الحرارة. درجتك مرتفعة. لا تخافي راح اعالجك. افتحي فمك تشوفي لوزة ولا؟ قولي لوزك منتفخة. يلا نفحص القلب. خذي نفس. ضروري تحتاجين إبرة. الحين لازم زوج إبرة. إبرة؟ لا لا ما أريد إبرة. ضروري لأن حالتك مرتفعة. أوكي دكتور شوي شوي لا تعوريني. لا تخافي لا تخافي. بسم الله. خلصنا الحين باندج خلاص. حبيبتي خذي خافض حرارة وهالأدوية اشربيهم 3 مرات في اليوم. أوكي يا شطورة خلصنا علاج وياك تشفين. بس لازم ما تشربي أي شي بارد وتاكل خضروات وفواكه. أوكي؟ أوكي تفضلي تفضلي.
فتحي فمش. ليش هذا الشباب مرتفعة؟ دكتورة وين تعبانة؟ لا عادي شو تخافين؟ فتحي فمش حبيبتي. لوزة ايش منتفخة؟ فيش بلغم كحة شديدة لازم تسويش اكسجين. اكسجين؟ لا تخافي ما تخوفي ساعدش على التنفس. ستقدر تنفس شوية. لازم تسويش ابرة. ابرة لا. ضروري عشان خفض الحرارة. اوكي دكتورة بس لا تعوريني. اوكي. يلا بسم الله. خلصنا. يلا. خلصنا. حبيبتي شبه هدوء ان شاء الله تشفين. شكرا دكتورة باي. باي. ليش خايفة؟ قعدي قعدي. يلا حبيبتي فتحي فمك. تشهدش جدا مرتفعة. يلا نسمع دقات قلبي شو التنفس. يلا لازم نسوي ابرة. لا 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 تخافي حبيبتي ما يخوف. يلا حبيبتي لا تخافي ربعي. لا تخافي. يلا نفش لينا. يلا لا تخافي بسرعة. واحد اثنين ثلاثة. خلصنا. خلصنا. خذي الدواء لازم تشربينه 3 مرات في اليوم. اوكي دكتورة. بنات بعطيكم نصائح مهمة. ممنوع تاكلوا ايس كريم وتشربوا مشروبات باردة. ولا تفتح المكيف على درجة حرارة باردة جدا خاصة بعد السباحة. لازم تشربوا شربة دافية وتاكلوا خضروات. اوكي دكتورة. شكرا دكتورة باي. بنات يلا نشرب شربة دافية. بسم الله. يامي. الشربة اعطتني طاقة صح؟ تلعبين مع البنات؟ اوكي اوكي حبيبتي. بنات ليش ما تخلوا من تلعب معاكم؟ لا ما نقدر خليها تلعب معانا. هي اصلا ما تطلع بس تخرب علينا. صح. الله يهديكم. مريم خلينا نروح داخل بيت نلعب. يلا. تعالي مريم. يلا اجلسي شوفي التلفزيون. ليش عامله بهالطريقه؟ ماما خليها تروح تشوف تلفزيون في غرفتها احسن لها. بصراحه هي خربت تلفزيونها وكبت عليه ماي. ما لنا دخل الحين راح تخرب هذا التلفزيون. لا ما راح تخربه خلوها تشوف. ضايقني وتزعجني لما تتابع معانا ما نريدها. الله يهديكم. يلا تعالي مريومه. اشتكينا منها. صح. بنات الحين نقدر نتابع على راحتنا. صح. بنات تعالوا جهزوا الغداء. اوكي اوكي. بنات سم الله تغدى. ايه شو هالقرف كيف تاكل؟ ما نريد مريم تاكل معنا خليها تاكل بروحها. ليش؟ تدفش الاكل وتلوعنا.
ولا قوة إلا بالله. يا تعالي مريومة، يا تغدي مريومة. شوفي عبد الله، شو معك مريم في الطلعه؟ لا ما اقدر اشيلها، اخر مره شلتها فيها فضحتنا عند الناس، سوتنا مشاكل. حرام عليكم، خليتها انبسطوا وياكم. لا لا لا، اسف اسف، ما اقدر اشيلها ويانا. تاخرنا تاخرنا. يلا لا خلينا نروح بنات. لا تزعلي مريومه، خلاص راح ندخل البيت. ماما بسم الله، ليش شفوي؟ ماما كرسي عورني.
شاطة يلا اختي صغيرة مسكينة. قلت اشكل اصطباه تاخذه. اوف جلدني غزل حط عقلها بعقل اختها الصغيرة. اوف انا عندي شبك. غزل شيما غزل روح القصة حد شافها عشان ما تنتبه لي وانا طالع بعدين تصيح. اوكي ماما روحي روحي يلا قدامي. لا تخافي الحين بوديش المستشفى خالتي
زين، خالتك حالتها خطرة واحتمال انها ما تعيش. ما عشان شرحت فيه هذا كله حب فاطمة، تفهمين؟ انتي انا أحس إني ما راح أعيش. بسم الله علش خالتي لا تقولي هالكلام، راح تعيشي. سامحيني يا بنتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ماما كل يوم نفس الأكلة؟ ما عندنا إلا هالأكل، قولي الحمد لله. خذي الشاي. ماما أريد ملابس جديدة، ملابسي مو حلوة. يا بنتي من وشتري؟ ليش ما عندنا فلوس؟ أنتي عارفة بعد ما بوش مات ما عندنا حد يصرف علينا. اصبري بنتي، نحن فقراء، الله بيرزقنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين فلوس الرجال؟ ليش مدافعين؟ حرام عليك، حس فينا، نحن فقراء ما عندنا حد يصرف علينا. انا ما لي دخل، ابغي مبلغ من 3 شهور اللي طافت. راح اعطيكم مهله 3 ايام، اذا ما دفعتوا راح اطلعكم برا البيت. اوكي اوكي، الله يرزقنا. تمام، بجيكم بعد 3 ايام. ماما راح تطلعنا من البيت وراح نعيش في الشارع. يا بنتي لازم نشتغل عشان ندبر فلوس الايجار. شلون نشتغل ماما؟ راح نبيع مناديل وان شاء الله اهل الخير يساعدونا. يلا قومي يا بنتي، الله يسهلها. يا اهل الخير اشتروا مننا، دعونا. تعالوا اشتروا يا بنت، تعالي اشتري مننا مناديل. اشوف بكم المنديل؟ ب5 حبيبتي. ب5 بربعون بدرهم؟ انتوا سراقين. نحن مو سراقين، نحن فقراء، دعمينا. انتوا حرامية. حسبي الله ونعم الوكيل. شحاتين وتحسبوا. ماما شفتي ايش سوت فينا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص الله بيرزقنا. تعالوا اشتروا، اشتروا من عندنا، اشتروا. خليك هالبيت انتي، اشتروا مننا. صح. شو تريدون؟ نحن نبيع مناديل، اشتري منا. اشوفه؟ ما نريد. يلا انقلوا شحاتين. يا فقير ما نريد نشوفكم ثاني مرة. خلاص لنا زعل، الله بيصبرنا. بنتي تعالي. شو تريدين ثاني مرة يا فقيرة؟ لا تطلعي علينا المناديل، انت ما فيش احترام؟ نحن ناس نفسج، عندنا مشاعر. انتم مش نفسي، انا غنية. يا بنت في ناس ما عندهم لا مشاعر ولا احساس. يلا روحوا يا شحاتين. ماما ليش الناس ما اشتروا منا؟ بنتي لازم الصبر، الله بيرزقنا. تعالوا اشتروا، اشتروا، تعالوا اشتروا. خلوا حد البيت يمكن يشتروا مننا. صح. شو تريدون؟ نحن نبيع مناديل، اشتري مننا. انا ما اريد مناديل، انا روحي فقارة. حرام على شنا فقيرة، قالوا لي اذا ما دفعت ايجار البيت رح يطردوني برا. يلا روحي فقارة. حسبي الله ونعم الوكيل. علاش؟ روحوا مني يا شحاتين. تخيلوا كنت مكاننا، تروحوا دعم في المعاملة. أنا غنية، سكوتي سكوتي. أنت غنية بس فقيرة أدب. لو دقيت باب ثاني مرة حتصع الشرطة. نحن فقيرة بس الله بياخذ حقنا منش. كيف يكون شعور لو كنت مكانها؟ مناديل، تعالوا اشتروا مناديل.
هالشكل. أحس بالذنب، حرام علي، لازم أروح أساعدهم. ماما صارت الدنيا ظلام ولا أحد اشترى منا. لا تحزني بنتي، الله راح يفرجها. تعالوا تعالوا اشتروا اشتروا تعالوا اشتروا تعالوا تعالوا. السلام عليكم. نادين نادين، شو تريدين؟ سامحونا على اللي سويت لكم إياه. سامحناش، نحن ما نحقد على أحد. حبيبتي أريد أشتري كل المناديل. ما صدق راح تشتري كل المناديل؟ صدق أريد كل المناديل. الحمد لله، الله يسعدك. وأخيراً خذي حبيبتي 500. المناديل 100 بس ما عندي الباقي. ما أريد الباقي، خذيها كل حقك. صدق؟ شكرا، الحمد لله يا رب. 500. ماما الحين نقدر نروح جاه البيت. اللهم لك الحمد. اليوم معزومين بيت، عايز اسمع قصتكم. نتشرف، يلا روح بنتي. يلا. تفضل، البيت بيتكم، تفضلوا.